طيب النهارده انا عامله ايه؟ انا عامله النهارده طاجن فول بالسمنه البلدي وبريحه الفحم مع البصل والثوم والفلفل الحامي، وعامله كمان سلطه طعميه بطريقه جديده جدا، وعامله عصير كده فريش كده ايه يطري على الواحد. خلاص طيب اول حاجه ان انا هعملها ان انا هنا هجيب الكبه، خلاص بس ايه فيها شويه ميه هنا نرفع بس الوك دي، هحط فيها 3 فصوص ثوم مع قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، وبراحتكم بقى عايزينه سبايسي هتعملوه كده، عايزينه عادي هتجيبوا فلفلايه حمراء وفلفلايه خضراء. خلاص اهو، وزي ما قلت امبارح لو ما عندناش كيك اعملوه ببسكوت الشاي المربعات، ده هيبقى حلو قوي. طيب احط بقى شويه من البصل الابيض هنا، واعمل كده هنحط هنا بقى السمنه البلدي كده، خلاص هرش رشة ملح، وهجيب بقى اللي انا ضربته في الكبة ده احطه كده، قلبه كويس لحد ما يدبل. بصوا اللي احنا ضربناهم في الكب اهو، بصوا شكلهم عامل ازاي. نبتدي بقى نحط الفول، وطبعا كمان هنحط المية بتاعته، بس ايه نحط الفول الاول. نقلب كده الفول كويس قوي، وهحط هنا كده كده اهو، زي ما قلت لو مش عايزينه سبايسي حطوه بفلفل احمر بارد وفلفل احمر وفلفل اخضر بارد، بس انا كذا حد طلب مني يا غدا انت ما بتعملناش اكل سبايسي خالص، واحنا بنحب السبايسي. معانا مين؟ خلاص طيب ابتدي بقى احط كده الفول كده اهو. مش لازم مثلا النهارده انا عملت فول للسحور، خلاص هشيل الباقي في الثلاجه في علبه كده واحفظه كويس جدا عشان تاني يوم ابقى عارفه ان في فول، اعمل بقى حاجه تانية جنبه، اعمل بيض، اعمل جبنه بيضه بالطماطم. النهارده مثلا عملت جبنه بيضه بالطماطم كتير وعملت فول اشيلهم على جنب واعمل وصفه جديده، او خلاص اهو النهارده مثلا انا عملت الاكلات دي. طبعا احنا في البيت هنولع الفحم، انا بس ايه بصراحه يعني انا بخاف منه بس هم دبسوني فيه اهو. نقفله ازاي ده؟ اهو اتقفل الحمد لله الحمد لله. ماشي نجيب فويل كده ونجيب زيت، معلقه زيت صغيره جدا، ماشي نحط كده ونغطي.